السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض الجمبري اللذيذ اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى عامل ازاي؟ تحفه وكريسبي جدا ومقرمش بقى كده من بره وطري من جوه، حاجه كده وهم. يلا بينا بقى على الطريقه. معايا هنا نص كيلو من الجمبري الوسط، مش كبير قوي، وطبعا هنبدا بقى نشيل الدماغ كده بتاعته وننضفه، وهسيب بس فيه الديل. يبقى معايا بالشكل ده، وطبعا مش هرمي الراس بتاعته ولا القشر خالص، عشان بس يبقى شكله معانا في النهايه حلو لما نيجي بقى نحمره كده. فهسيب فيه الديل كده. نضفت الجمبري من القشر طبعا ولا الدماغ، بيبقى فيه كيس رملي طبعا. هجيب بقى الخله عندي هنا كده وافتح بالخله فتحه صغيره جدا، هو بيبقى سهل جدا يعني اهو، ونطلعه بالشكل ده اهو شايفين. وطبعا ما نسيبوش مع القشور والكلام ده، لا نرميه بقى خالص. هعمل بقى بقية الكمية بالشكل ده. كده خلصت بقى تنظيف الجمبري خالص، هغسله بقى كويس جدا تحت الحنفية. نعمل بقى خلطة الجمبري مع بعض بتتبيلة كده لذيذة وحلوة. معايا بقى هنا معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة. هريسة الشطة دي والثوم انا عملتها معاكم قبل كده، ان شاء الله بقى اسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. ومعايا هنا بقى التوابل من كل حاجة، معلقة كبيرة من الملح والكمون، وطبعا السمك بيبقى الكمون فيه كتير بيبقى طعمه حلو جدا. وعندي بقى هنا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومن البابريكا ومن الكزبرة الناشفة، وعندي كمان هنا معلقتين كبار من الكزبرة الخضراء ومقطعاها حتت صغيرة جدا بالشكل ده، الورق بس مخدتش العيدان. ومعايا كمان هنا 4 ليمونات. هضيف بقى كل المكونات على بعض، ثوم المفروم وهريسة الشطة والكزبرة الخضراء، بتدي بقى طعم حلو جدا للسمك الكزبرة الخضراء دي. نضيف كمان التوابل، واضيف كمان الليمون، كمية حلوة كده من الليمون للسمك بتدي بقى طعم حلو جدا. الليمون والكمون بيبقوا حلوين جدا في السمك. كده تمام معايا وزي الفل. اخلطهم بقى كويس جدا مع بعض كده، نقلبهم كويس جدا. عايزه بقى اقول لكم خلطه ريحتها رهيبه جدا وبتبقى طعمها تحفه في السمك. كده تمام معايا، هضيف بس معلقه كده كبيره من الخل. كده التتبيله بقت جاهزه معايا، هاخد بقى منها معلقتين كده كبار للجمبري، والباقي طبعا نشيله في الفريزر لاي وقت تاني تعملي سمك يبقى جاهز معاكي على طول. كده زي الفل معايا، تبلت الجمبري حلو جدا. هسيبه بقى كده 10 دقايق بس في التتبيله. نعمل بقى كفر السمك مع بعض. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، وهنزل بقى عليهم معلقه صغيره من كل حاجه، من الملح والكمون والكركم، واقلبهم كويس جدا. وهضيف كمان 3 معالق كبار من النشا، لكل كوبايتين من الدقيق هياخدوا معاكي 3 معالق كبار من النشا. ومعايا كمان هنا مقرمشات، المقرمشات دي بتتباع عند العطار، بتبقى حجمها كبير شويه، انا طبعا طحنتها شويه في الكبه عشان تبقى معايا بالشكل ده، تبقى ناعمه بس شويه، تبقى مجروشه كده. ومعايا كمان هنا مكعبات من التلج وفيها ميه ساقعه جدا. وناخد بقى واحده كده من الجمبري نحطها في الدقيق، وبعد كده نحطها في الميه الساقعه، ساقعه جدا، تطلعيها على طول كده وعلى طول على المقرمشات. ما عندكيش مقرمشات ممكن تستبدليها بالبقسماط، مفيش اي مشكله. وهرصها بقى هنا وهعمل بقيه الكميه معايا بالشكل ده. كده خلصت كمية الجمبري معايا كلها، شايفين بقى شكله لذيذ ازاي؟ هحطه بقى في الفريزر لمدة بس 10 دقايق كده. عندي بقى هنا زيت غزير ويكون سخن جدا، وهنزل بقى بالجمبري. حاولي بقى ما تلزقهمش كده ببعض، وما تقلقيش الكفر بتاع الجمبري مش هيفك منك خالص. كده رصيتهم كلهم معايا بالشكل ده، بس اهم حاجه يعني ما تقلبيش فيه كتير، هو اول ما ياخد اللون الذهبي كده معاكي هتطلعيه على طول. ابدا بقى اطلع الجمبري كده واحده واحده على مناديل زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى عامل معايا ازاي؟ تحفه. كده
بقى بعد ما غرفت الجمبري، شايفين بقى جميل ازاي؟ ما فكش مني ولا حاجه، كريسبي جدا كده من بره ومقرمش كده وطعمه تحفه. ان شاء الله بقى تجربوا الطريقه وتعجبكم جدا، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله.